جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يصلي ووجد على ملابسه دم، هل يعيد صلاته بعد إزالة الدم؟ إذا كان لا يدري متى أصابه هذا الدم فلا إعادة عليه، وكذلك إذا كان نسيه، إذا كان يعلم به ولكن نسي أن يغسله قبل الصلاة، فالصحيح أنه أيضا لا إعادة عليه لأنه يكون معذورا بالنسيان. نعم.